بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الله وقد وصلنا عند قوله رضي الله تعالى عنه في شرح السنوسية الكبرى عند إيه وأما موضوع يعني هو بيتكلم عن المبادئ العشرة، إما لكل فن أو لكل فن مبادئ عشرة، الحد والموضوع ثم الثمر، العضل هو نسبة والواضع ونسبة الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض والبعض اكتفى وما انفرد. فما زلنا في المبادئ العشرة لعلم الشرع. ليس أنا أقول بس إحنا هي في الدرس عشان إيه نقول بعض الدرس، فأنت تقول ده لما تقول أو ما تقولش كما تقول. وصلنا عند إيه؟ عند ذكر الإيه؟ الموضوع، موضوع علم الإيه؟ علم الكلام. فيقول رضي الله تعالى عنه: وأما موضوع. في حاجة قبل كده الحاشية، وصلنا فين في الحاشية؟ برضو الحاشية في نفس الصفحة. يعني هنبدأ من وأما موضوع. وأما موضوعه فماهيات الممكنات من حيث دلالتها على وجود موجدها وصفاته وأفعاله. فهذا هو إيه؟ موضوع علم الكلام. تعال يا شيخ، تعال يا شيخ ناصر، أو تعال كده، ده طريق ده، تعال أعرف في مكان فاضي هنا واسع. وأما موضوع فماهيات الممكنات، يعني هو لا يتكلم الماهية اللي هي إيه، ما هو تعريف الماهية، يعني هو لا يتكلم في حقيقة الممكن، وإنما يتكلم في الممكنات من حيثية معينة. ما هي هذه الحيثية؟ من حيث دلالتها على وجوب موجدها، وأيضا من حيث دلالتها على صفاته وعلى أفعاله. فمثلا يبحث في العالم، لا يبحث لأن العالم هو الإيه؟ هو الممكن. يبحث في العالم لا من حيث إنه أجسام وأعراض، أو لا يبحث مثلا في الجسم وتركيب الجسم وتأليفه، وإنما يبحث من حيثية معينة. ما هي؟ ليتوصل بوجود هذه الممكنات لا إلى وجود خالقها، وإنما إلى وجوب وجوده، يعني ليتوصل إلى أن موجد هذه الكائنات واجب الوجود، لأنه لو توصل إلى وجوده فقط لكان لوجود خالق الممكنات له أيضا موجد، ولموجده موجد، فلا بد أن يصل إلى أنه واجب إيه؟ الوجود. أما إذا كان موجودا فقط فيحتمل أن يكون إيه؟ له موجد ويدور الأمر أو إيه؟ أو يتسلسل. إذا هو بيبحث في الممكنات لا من حيث إنها ممكنات،
ولا من حيثية لفظ ممكن، ولا أنها تتكون من كذا وكذا ولكل منها خصائص معينة، وإنما البحث منطلق من حيثية الوصول إلى أن لها موجد واجب، وأن هذا الموجد الذي هو واجب الوجود له صفات وله وله أفعال، ولكل أحكام تخصه، يعني الصفات لها أحكامها والأفعال لها أحكامها. يلا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى رحمه العلوم المعروف التجارية أمين، قوله: فماهيات الامتناف المضاف وعم المضاف إليه، فالإضافة للبيان، والممكن ما كان زائد الوجود والعدم. يعني كلمة ماهيات الممكنات قلنا المضاف اللي هو ايه؟ ما هي أعم من المضاف إليه الذي هو ايه؟ كيف هذا؟ كيف يكون المضاف أعم من المضاف إليه؟ كيف؟ لأن كلمة ما هي أعم من أن تكون هذه الماهية لموجود واجب أو لموجود ممكن. أما إذا قال ممكن فهو خص إيه؟ خص، لأن الموجود إما أن يكون واجب الوجود أو يكون ممكن ولا ثالث، يعني أي موجود إما واجب إما. هل هناك موجود لا واجب ولا ممكن؟ لا، لأنه لم يبقى في القسمة العقلية إلا المستحيل، والمستحيل لا يقبل. يبقى إذن أصبح عندنا ماهيات ممكنات. كلمة ممكنات مقصورة على إيه؟ كلمة ممكنات مقصورة على إيه؟ على ما هو ممكن الوجود. أما ما هي ليست مقصورة على ممكن الوجود، فيدخل فيها الإيه؟ الواجب. إذن فتكون الماهية هنا أعم، ماهيات أعم من أن تكون واجبة أو ممكنة. فلما أضافها إلى الممكنات خصص. يلا. والممكن ما كان جائز الوجود والعدم. يعني ما معنى الممكن؟ هنا أقول لك إيه، لازم تفهم المصطلحات بتاع علم الكلام. يعني لما أقول لك والله أنا عاوز مثلا حاجة معينة، مثلا أريد أن يخطب فلان، عاوز مواصفات معينة، فبيقول لي ممكن، أقول له أيه ممكن، بس ليس هو الممكن اللي هنا اللي هو إيه؟ ها؟ جائز الوجود والعدم، إنما اللي أنت عاوزه ده، عاوز الممكن يعني ليه؟ المتوفر، اللي هو إيه؟ متيسر، فتاخدها يا ابن المهم، إن أنا ماسك الكتاب، وماسك القلم، وماسك المراية، أمسك. محدش راضي يمد يده، بس احسن، خشيه ان يمد يده فيستولي عليه. يلا يا شيخ، اسمك انت؟ محمد. كيف يسال عن حقيقه الوجود؟ نعم، كيف يسال عن حقيقه الوجود؟ مين اللي يسال؟ لو اطلقنا ما هي عن الوجود الممكن، لما هي يسال عن حقيقه، هو بيتكلم من حيث اللفظ وليس من حيث السؤال عن ماهية اللي هو ايه، واجب الوجود ولا ممكن الوجود. لا، هو مش هيسأل عنه، غير مركب، غير مركب، بس هو ماهية بترجع على ايه؟ ماهية بتطلق على المركب وعلى غير المركب، فمن حيث لفظ ماهية يبقى إذن واجب الوجود له ماهية، لكن هل يسأل عن هذه الماهية؟ لا. طب هل يقال إنها ماهية؟ دي قضية ثانية، لأن الماهية هنا بنتكلم في إيه؟ في الحادث وليس في واجب إيه؟ الوجود. بس كلمة لفظ ماهية من حيث لفظه
هل هو خاص بالممكنات ولا عام؟ فعشان كده قال لك الإضافة المضاف أعم من المضاف، لكن بعد كده هل يطلق أو لا يطلق؟ هل يقال إن للحق تبارك وتعالى ما هي؟ هنا السؤال يمتنع هذا. ليه؟ لأن الماهية يبقى في جنس وفي فصل، بس ده خاص بمين؟ الجنس والفصل الماهية اللي هي إيه؟ ماهية الممكن وليس ماهية الواجب، فاللفظ يشملها، إلا أنه لا يطلق خشية إيه؟ إيهام التركب أو الجنس والفصل. فممكن ما يحتاج إلى وجود العرب وإلى كلمة موجودة في خارج الباب. يعني كلمة ممكن تشمل إيه؟ ما كان جائز الوجود والعدم. يعني مثلا بحر من زئبق، هل هذا ممكن ولا واجب؟ مع أنه ليس موجودا في الخارج بالفعل، لكنه جائز الوجود. هنا الممكن ما كان جائز الوجود والعدم وإن لم يكن موجودا في الخارج بالفعل. يعني إذا الممكن هنا شمل إيه؟ شمل واحد ولا اثنين؟ ما هما؟ الموجود بالفعل حتى بعد وجوده لم يخرج عن إيه؟ وصف الإمكان، لأن وصف الإمكان لازم له قبل وجوده وبعد وجوده. يبقى إذن عندنا الممكن إيه؟ كام؟ اثنين. ممكن غير موجود ولكنه جائز الوجود، يعني الممكن المعدوم، وممكن موجود لأنه بعد الوجود أيضا ممكن. طب كيف يكون بعد الوجود ممكنا؟ نحن قبل ما يوجد بنقول يمكن وجوده، بعد وجوده يمكن عدمه، لأنهما إيه؟ طرفان. خلاص كده؟ يلا. ولو سألناكم ما الفرق بين الحادث والممكن؟ فتقول الحادث لا يكون إلا ممكنا، أما الممكن قد يكون حادثا، تمام كده، وقد يكون لم يحدث، يعني لم يوجد بعد، لأن الحادث شرطه إيه؟ الوجود بعد عدم، ده الحادث لازم يكون موجود بعد عدم. طب وقبل وجوده يسمى إيه؟ ممكن. يبقى إذن هناك ممكن معدوم وهناك ممكن موجود، لأن الإمكان هو إيه؟ استواء الوجود والعدم في الشيء. الأول هو إيه؟ فالممكن أعم من الحادث، بمعنى أنك تقول كل حادث ممكن وليس كل ممكن حادث، فلا يكون الممكن حادثا إلا بعد وجوده. واضح؟ يلا. ثم إن أخبار الشارع الممكنات هنا المتكلمات، أي الموجودات مع العدم. فين أنت وصلت فين؟ ثم إن مراد الشارع بالممكنات هنا هو وأما موضوعه فماهيات الممكنات من حيث دلالتها. ماذا يريد الشارح بالممكنات هنا؟ طب لماذا لا يريد عموم الممكن؟ لا مش عشان كده، لانه بيبحث فيها يا شيخ اسمك يا شيخ احمد، بيبحث في الممكنات من حيث ايه؟ دلالتها على ايه؟ اقرا المدار من حيث ايه؟ يبني فوق في المتن. فهل الممكنات تدل على وجوب وجودها قبل وجودها؟ لا. يبقى إذن يبقى هنا يفهم منه أنه أراد الممكن الحادث، لأنه قبل حدوثه لا دلالة،
هل سيدل العالم على وجود الله بعد وجوده ولا قبل وجوده؟ يبقى إذا فهمنا أنه يريد من الممكنات يعني الحادثات أو المحدثات. ليه؟ لأنه يبحث فيها من حيثية وهي دلالتها على وجود، وهذه الدلالة لا توجد إلا بعد الحدوث. لو العالم مش موجود كيف نستدل؟ مع أنه لو كان مش موجود حيكون وصف الإمكان برضه ملازم له قبل وجوده، ومع ذلك لا يدل على وجود الله إلا بعد وجوده. إذن فالشارح هنا أراد بالممكنات المحدثات ولا لسه؟ هنا إحنا الممكن بعد رمي يوجد القسم إلى جوال وأعراض، لذلك نستدل على وجود واجب. خلاص ما هيها من غير ما تقسم من حيث وجوده حتى لو ما لوش أقسام، له موجد ولا لا؟ يبقى خلاص إذا احنا نبحث في حيثية أنه يدل من حيثية وجوده ولا وليس من حيثية أقسامه، حتى لو هو مش أقسام، لو جواهر فقط ينفع واستدل ولا ما ينفعش؟ ثم إنه هو الشيء الذي لا يمكن أي موجود، يعني عرفتم الآن أنه لا يريد الممكنات من اللي هو سواء وجد او لم يوجد، وانما اراد الممكن الموجود. اي مبتدا عام من الجوانب والاعراض، لان الممكن الذي يوجد لا يفهم عن عوالمه الذاتيه في هذا الفن. لان الممكن الذي لم يوجد لا يبحث عن عوارضه الذاتيه في هذا الفن. وقيل موضوع ايه؟ موضوع علم الكلام او علم التوحيد، يعني في قول انه موضوعه الممكنات من حيث دلالتها الى اخره، وفي قول اخر موضوع ايه؟ اخر. وقيل ايه الاول لسه احنا وقيل موضوعه الله. طيب يبقى اذا لو هل اختلف هذا القول عن الذي قبله؟ الاول قال لك لا والله ده موضوعه الممكنات، هنا قال لك لا موضوعه ذات الله وصفاته. يبقى اذا هذا القول ايضا من حيثيه كما كان الذي قبله. كان الذي قبله أن موضوع علم الكلام البحث في الممكنات، ولكن من حيثية دلالته على. أما هذا قال لك لا، أنا بدل ما أستدل بالممكنات اللي هي الموجودات بعد عدم على وجود طريقة، أنا أعرف صفات هذا الخالق فأستدل بها على وجود العالم. فقال بالكلام، فبحث عن ذات الله تعالى وإيه وصفاته، ولكن من إيه؟ من حيث ما يجب لها وما يستحيل وما يجوز. واضح؟ بعدين ولا يبحث عن ماهية الذات زي ما قلنا، ولا حقيقة الذات، ولا لأن هذا فوق طاقة البشر، لا يحيطون به علما، انما بيبحث عن الذات من حيث اتصافها بالكمالات او بالوجود الواجب، او من حيث ما يجب لها وما يجوز وما يستحيل. وقيل الموجودات مطلقا، ايه معنى الموجودات مطلقا؟ يعني الموجود إما أن يكون قديم وإما أن يكون حادث، فهو بيبحث في الموجودات مطلقا. خلاص يلا. وقيل المعلومات فتشمل المستحيل، لأنه يبحث في هذا الفن عما يعرض المعلومات الوجود والاستحاله. يبقى إذن عندك كم قول دلوقتي؟ واحد أنه يبحث ليه؟ كان أول واحد يا شيخ محمد. من حيث
أدين الموضوع بس مش سيبك من الحيثية. أول حاجة بيبحث في إيه؟ في الممكنات. من الحيثية مش مشكلة. اثنين أنه يبحث في إيه؟ في ذات الله تعالى وصفاته. ثلاثة الموجودات المطلقة. الرابع المعلومات، لأن المعلومة يعني إيه المعلوم؟ يعني ما من شأنه أن يعلم. فالمعلوم إما أن يكون واجبا أو جائزا أو مستحيلا. إذا دخل المستحيل إذا قال إيه المعلومات، لأن المستحيل يعلم، يعني يعلم من حيث كونه مستحيلا. المعلومات هو إما موجود وإما معلوم وإما حال وإما أمثلة. ماشي، مفيش مشاكل. المهم هو الآن دلوقتي المستحيل دخل في المعلومات ولا دخل؟ ولذلك مثلا حديك فائدة تفهمها. لما يأتي القرآن مثلا يقول إيه؟ إن الله على كل شيء قدير. يقول إن الله بكل شيء عليم. إيه الفرق؟ أول ما قال على كل شيء قدير قيدنا الشيء هنا بالممكن، خلاص كده. إنما عندما قال على كل أو إن الله بكل شيء عليم ما ينفعش هنا الممكن، لأن العلم يشمل الأقسام الثلاثة. يبقى معناه إن الله بكل شيء عليم يعني بكل معلوم، فالشيء هنا بمعنى المعلوم، يعني الشيء الواجب يعني يعلم ذاته ووصفاته، والشيء المستحيل يعني يعلم نفي الشريك، والشيء اللي هو الممكن اللي هو المخلوقات الأخرى. فيبقى إذن هنا في العلم غير إيه؟ غير القدرة. كده عرفنا دلوقتي موضوع علم الكلام. المعلوم أعم يعني الموجود، ها الموجود الممكن، إما موجود إما إيه؟ معدوم. إنما المعلوم يدخل فيه الثلاثة، فالعلم جزما والكلام السامي تعلق بسائر الأقسام. يبقى العلم يشمل الثلاثة. يبقى هنا ممكن نقول إيه؟ موضوع علم الكلام الممكنات، أو نقول الموجودات مطلقا. هي الفرق بين اللي هو قال إن موضوعه ذات الله وصفاته، فلم يجعل موضوعه الموجودات مطلقا، بل قيد الموجود من حيث كونه قديما أو واجبا. إنما لما قال مطلقا شمل القديم والإيه؟ والحادث، لأنه بيبحث في أحوال الحادث أيضا، يبحث في القديم ويبحث في الحادث. أما إذا قلنا كده فقط الموجودات مطلقا، خرج ايه؟ خرج المستحيل. والسؤال هل المستحيل يبحث فيه في هذا الفن او لا؟ يبقى الاحسن يقول ايه؟ المعلومات، حتى يدخل الايه. انما لو قال الممكنات خرج المستحيل، ولو قال ذات الله وصفات وافعال خرج المستحيل، ولو قال الموجودات مطلقا خرج المستحيل. يبقى لا بد من ان يقول المعلومات حتى يدخل ايه؟ المستحيل. قولوا لحاجة بلادتها بلادتها أي لا تجد كونها جوانبها وعرضها، يعني هو مش بيبحث فيها. شيخ أحمد انت قلت قبل كده جواه، مش بيبحث عن حتى وعرض من حيث كونها موجودات، ولا يهمني إن هي موجودة ولا مش موجودة. موجودة بعد عدم ولا مش بعد عدم؟ بعد عدم، فلا بد أن يكون لها موجود، وليس بشرط تقسيمها الى جواهر والى ايه اعراض. دي قضيه ثانيه. نعم، اي ما في مسائل اخرى الحقت بالعلم تتميما، ما هي متصله. يعني هو بيتكلم على الاصل هنا، انما بعد كده في امور ثانيه. نعم، ممكن في مولانا اذا كان علم الكلام بحثوا فيه قضيه بعيده عن العلم الكلام خالص، اللي هي قضيه الامامه، بحثوها في علم الكلام.
يعني هو بيتكلم هنا عن الاساس، بعد كده ما فيش مانع تعمل اضافات تدخل بين الكلام. من حيث ألمها أي كان حيث ممكن أنا ممكن أدخل مباحث هندسية أو فلسفية أو كيميائية في هذا الكلام، بس من حيثين لما نيجي في مبحث الجوهر الفرد لازم هنستعمل علم الهندسة، نجيب الدائرة ونشوف التماس بوجود واحد أو بأكثر، ولا ما بشتغل مهندس دلوقتي ولا ببحث عن حيثية معينة. ما جابش في الأول طائفة المهندسين وطائفة الثمانين جابها ما جابهاش، لأنه كان في البداية الفلاسفة على نوعين، عارفين المشائين ومين التانيين؟ نعم؟ الإشراقيون. يبقى في إشراقيين وفي إيه؟ كان في نوع منهم المشائين دول يشتغلوا بالهندسة. يعني ما هو بيقول لك واما المهندسون فانكروا افادته النظر، قالوا انه يفيد في الالهيات مش كده، وفيه اللي منع افادته مطلقا. فالمهندسين دول هو اصلا فلاسفه، في مشائين وبيه في اشراقيين. مشائين كان فيهم طائفه تشتغل بالهندسه، وإنما نقع على ذلك لتقام هذه المجال في روسيا وإمكانها ومجهدين معا. فين تجد؟ من حيث دلالتها، لا من حيث كونها جواهر وأعراض، إنما دلت على ذلك. يعني إيه معنى دلت على ذلك؟ الإشارة ترجع إليه ذلك، يعني يا أخي ذلك اللي هو إيه؟ هو بيبحث من حيث دلالته على وجوب موجدها، على ذلك يعني إيه؟ واجب الوجود. وأنت مش معك كتاب فترجع الضمير بمزاجه زي ما يحلو لك، فلازم يكون معك كتاب عشان تشوف الضمير رايح فين. ذلك يعني إيه؟ يعني من حيث دلالتها على واجب الوجود. طب ليه؟ انما دلت على ذلك لافتقارها اليه. يبقى هنا بوراك ذلك يعود على مين؟ اليه. لو كان على الجواهر والاعراض زي ما قال الشيخ، قال اليها. اليه يعني ايه؟ من حيث من ايه؟ من جهة حدوثها أو إمكانها أو من جهتهما معا. يعني السؤال هنا، هذه الممكنات كيف تكون دالة على واجب الوجود؟ فالجواب أنها تدل لا من حيث أنها ممكنات أو أنها جواهر وأعراض، لا، تدل على واجب الوجود من حيث من حيث ايه؟ ثلاث حاجات. من حيث حدوثها، لانها موجودة بعد عدم، وكل موجود بعد عدم لا بد له من ايه؟ او من حيث امكانها او من جهتهما معا. اذا فهذا يسميه العلماء اسمه ايه يا شيخ محمد؟ اسمه ايه؟ اسمه جهة الدلالة. يعني العالم دليل على وجود الله، فأقول لك الدليل، ما هي جهة الدلالة؟ أقول لك هل العالم يدل على وجود الله من حيث أنه موجود؟ غلط، لأنه قد يكون موجود وهو قديم. فالعالم يدل على وجود الله من حيث كونه حادثا، وممكن نشوف حيثية أخرى، ومن حيث كونه ممكنا أو من جهتهما معا. يعني ننظر إلى الجهتين معا، هما الحدوث والإيه؟ والإمكان. يبقى عندك جهة الدلالة كام؟ ثلاثة. في بعض الكتب تلقاهم أربعة أو خمسة. هل يمكن تخلي لي يا شيخ محمد أنت الجهات دول خمسة؟ الحدوث واحد، وإن كان واحد وهم الاثنين مع بعض.
الحدوث لا مش الإمكان بشرط الإمكان بشرط الحدوث. يبقى كده بيجوا إيه؟ أربعة. أربعة، لأنه الإمكان وحده من غير شرط الحدوث استدل به الفلاسفة مع قولهم بأن العالم قديم. العالم عندهم ممكن وليس قديم. هم كام كده؟ أربعة. أربعة، هم تقريبا ممكن يصلوا إلى خمسة. أول حاجة الحدوث، اثنين الإمكان، ثلاثة هما معا، الرابع الإمكان بشرط الحدوث. ولا نقول العكس اللي انت قلته ده اللي هو ايه؟ ما هو ما ينفعش الشرط ده لانه لا يكون. فكده خليهم اربع لحد ما رب من يجيب الثالث. عارف انت؟ خلاص اربع كاين، هو جاب ثلاثة احنا جبنا واحد زيادة. نعم؟ كل واحد نعم؟ الإمكان لوحده، هو الفلاسفة استدلوا على وجود الله بالممكن ولم يستدلوا بالحادث. يعني قالوا العالم ده ممكن، والممكن مفتقر إلى إيه؟ إلى واجب الوجود، لأن الإمكان لا يعطيه الوجود، ولكنهم مع ذلك قالوا بقدمه لأنه ملازم لعلته. فالعالم عندهم لهم خالق، يعني له خالق، فالفلاسفة لا ينكرون وجود الخالق ولكن ينكرون حدوث العالم، فيجعلون الخالق والمخلوق متلازما، في خالق وفي مخلوق، لكن هذا مخلوق وهذا خالق، لكنه مخلوق وليس حادثا لأنه ملازم لإيه؟ لعلته. مفهوم يا شيخ؟ أو على وجود وجود وجودها، اي على وجود الواجب لا يقبل الانتفاء. طيب لماذا لم يقولوا على وجود موجدها؟ ينفع؟ انت قلنا ان لها موجد وللموجد موجد ولموجد الموجد موجد وهكذا، فيبقى مش حننفي ليه الدور والتسلسل، فيظل ايه؟ لكل كائن موجد ولكل موجد موجد وهكذا، فإما أن يدور أو كلام. عشان كده قال لا بد من الوصول إلى أن موجد الكائنات واجب الوجود، بس لأنه ما ينفعش نقول موجود خلاص، لربما يكون إيه حادثا ايضا فيحتاج الى ايه؟ الى محدث وهكذا. قوله وصفاته قوله يا ابني من بعد وصفاته عاطف على الوجود، اي ومن دلالتها على صفاته وجوديتها وهي المعاني. يعني هو بيقول انه علم الممكنات بيبحث، علم الكلام بيبحث في الممكنات، مش كده؟ من هذه الحيثية، تمام؟ حتى يصل الى ايه؟ الى وجوب واجب وجود موجد الكائنات. خلاص كده؟ لم ايضا بيبحث في صفاته. لا، في صفاته عطف على وجوب، يبقى معناها ايه؟ كيف يكون التقدير؟ يعني من حيث دلالتها على وجوب وجود موجدها وعلى وجوب صفاته. يبقى إذن حذف المضاف لأنه إيه؟ في العطف الأول، في المعطوف الأول مذكور القيد، فلم يرد. يعني كان المفروض يقول كده مثلا، من حيث دلالتها على وجوب وجود موجدها ووجوب صفاته، مش كده؟ استغنى. أو ولحيث يرفع صفته وجوديه الكلام وهي المعاني. يعني أيوة، من حيث دلالتها على صفاته، يعني صفات الله وجودية، لأن صفات الله تعالى تنقسم إلى أقسام، في صفات وجودية لصفات الإيه؟ المعاني، كانت وهي المعاني. خلاص؟ أو لها ثبوت في نفسها، أو
أو لها يعني في صفات لله تعالى ليست وجودية ولكن لها ثبوت في نفسها فقط وهي المعنوية. يبقى إذن إيه الفرق بين المعاني والمعنوية؟ المعاني موجودة والمعنوية لها ثبوت وليس لها وجود، يعني هي ثابتة وليست موجودة، وليس كل ثابت موجود بل كل موجود ثابت، لأن الثبوت أعم من الوجود. يعني مثلا الوحدانية ها ثابتة ولا مش ثابتة؟ ولكنها إيه عدمية، مفيش حاجة موجودة اسمها الوحدانية. فالمعنوية صفات ثبوتية وليست إيه وجودية. قوله وافعاله عظم على وجوده اي وحدانيه قوله وافعاله يعني ومن حيث دلالتها على ايه على افعاله. يبقى قوله وافعاله عطف على وجود اي ومن حيث دلالته على افعاله، ولا تقدر على وجوب افعاله لان افعاله تعالى جائزه وليست ايه وليست واجبه. اقرا لك المثل. قال رضي الله تعالى عنه: اما تفسير الالفاظ المحتاج اليها في هذا العلم فمنها لفظ العالم بفتح اللام، العالم يعني كده ليس بكسر اللام، يقول لك لكن شذ كسره، يعني فيه برضه العالم نقول عليه العالم من كسر كده ويراد به العالم، يعني في وجه ان اللام مكسوره، لكن الافصح ان العالم هو ايه الجواهر والاعراض، اما العالم يعني من قامت به صفه العلم، لكن بيقول لك في وجه لكسر الايه اللام. طيب يبقى هنا لا بد ما فيها موجود، لا بد من فهم الألفاظ التي يحتاج إليها الطالب في دراسة هذا العلم. في ألفاظ معينة لازم تعرفها، يعني انت ماشي مثلا في الشارع تلقى كده عالم الأسماك أو عالم الفن أو عالم المسرح أو عالم مش كده، لكن إيه المراد بكلمة عالم الحيوان عالم النبات عالم الفن عالم التكنولوجيا عالم الفوضى عالم الخيال؟ هنا ألفاظها من حيث الدلالة اللغوية شيء، لكن من حيث استعمالها في علم الكلام تعتبر مصطلحات. فأول ما تسمع كلمة العالم يعني هنا كل ما سوى الله أو كل موجود سوى الله، وليس هو المعنى المتداول في الأسواق. واضح؟ يلا يقول لك عالم البحار. وأما تفسير الألفاظ المحتاج إليها في هذا العلم فمنها لفظ العالم فتح اللام ومعناه يعني معناه في هذا العلم كل ما سوى الله تعالى. ومنها إيه بس يكفينا كده لحد ما نخلص العالم هات كده. قوله وأما تفسير الألفاظ أي التي جعلنا المقدمة بسبب اشتمالها عليها مقدمة إلى يعني بسبب اشتمالها، شوف كده. وأما تفسير الألفاظ التي جعلنا المقدمة بسببها بسبب اشتمالها عليها مقدمة كتاب، يعني عشان هي مشتملة على هذه الألفاظ المرتبطة بهذا الفن مقدمة إيه؟ كتاب. لكن لو نظرنا إلى المبادئ العشرة تبقى مقدمة علم، ففي فرق بين مقدمة الكتاب وبين مقدمة العلم، لأن مقدمة العلم عبارة عن إيه؟ مبادئ لا أو أمور يتوقف عليها الشروع في العلم، فهذا تسمى مقدمة علم. أما مقدمة الكتاب عبارة عن ألفاظ توصل بها إلى إيه
الى فهم نعم زي الالفاظ. يعني لو نظرنا الى تفسير الالفاظ في مقدمة زي المصطلحات التعريف بها يعتبر نعتبرها مقدمة ايه كتاب، واذا نظرنا الى المبادئ العشرة تبقى تكون مقدمة ايه علم. فهي اذا هي السؤال هل هي مقدمة علم ولا مقدمة كتاب؟ ها؟ لا انت لو قلت مقدمة كتاب غلط، هي في نفس الوقت مقدمة كتاب ومقدمة علم لانها اشتملت على هذا وهذا، فباعتبار تسميها ايه مقدمة للعلم، وباعتبار اخر اللي هو ده تسميها مقدمة كتاب لانها اشتملت على هذه الايه الالفاظ المحتاج اليها في هذا الزمن. يلا مقدمة معنى طائفة من مسائل العلم، طائفة من الإمام السيوطي مقدمة هذه الطائفة اللي هي مقدمة علم عبارة عن بعض المجالس توصل بها طالب العلم، مقدمة علم. أما مقدمة الكتاب يعني الفرق بينها ما بين مبادئ العقل مقدمة الإمام السيوطي ما تتداخل، يعني هو أصلا هل خرجت هذه المقدمات عن واحد من العشرة؟ جاي مقدمة علم ولا نقول مقدمة كتاب لأن الكتاب هو المقدمات. قوله لفظ العالم الإضافة للبيان وكذا المقدمة قوله فين احنا في الحاشية؟ لفظ العالم يعني أول لفظ، أول لفظ نحتاج إلى فهمه ودراسته في هذا الفن هو لفظ العالم الإضافة للبيان، يعني إضافة إيه؟ لفظ إلى العالم، يعني اللفظ اللي هو العالم، عشان كده قال إضافة للبيان. قوله بمكح من العالم بمعنى الدلال، لأنه دلال على الصحيح. يعني مثلا لماذا سمي العالم بهذا الاسم؟ لأنه مشتق من العلامة، لأنه علامة يعني دليل على وجود صانعه سبحانه وتعالى. قوله كل ما سوى الله أي وصفاته بكل نوع وجنس وصفة، يعني لماذا قال كل ما سوى الله؟ فرح عطف على أهل الأي وصفاته، يعني مش ما سوى الله يعني ما سوى الذات، لأنه لو قلنا ما سوى الله يعني أردنا بلفظ الجلالة الذات يبقى معناها هيصبح الصفات من ضمن العالم، وهل صفات الله من العالم؟ لا. فعشان كده احتاج إلى أن يقول ما سوى الله أي وصفاته من كل نوع وجنس وصنف، يعني أي حاجة غير الله غير الذات وغير الصفات، سواء كانت أنواع، عارف الأنواع دي إيه؟ زي الإنسان والفرس والجمل، أو الأجناس زي الحيوان وزي النبات وزي إيه؟ الجماد، مش كده؟ يعني في أنواع وفي إيه؟ وفي أجناس، إيه الفرق بين النوع والجنس؟ ها؟ يعني النوع مندرج تحت الجنس، عندما أقول حديد ده مندرج تحت الجنس هو المعدن، لأن المعدن يشمل الحديد والذهب والفضة وغيره، فلما أقول ذهب أو فضة أو حديد هذا نوع من الإيه؟ من المعدن، ذهب والمعدن ده جنس، في حاجة ثانية نوع وصنف، إيه الأصناف؟ مثلا القمح ده نوع ولا جنس؟ ده إيه الجنس بتاعه؟ ده في القمح في اصناف، في قمح بلدي في قمح مستورد، مش كده؟ مش دي انواع اصناف، هذه لا يقال انواع لانه هو القمح هو نوع، وانما هذه ايه اصناف له، في رديء في قمح جيد درجه اولى، مش كده؟ هل كل القمح؟ طب التمر نفسه في كم صنف؟ في مليون صنف، لكن هو كله نوع واحد اسمه ايه؟ التمر.
يبقى في انواع وفي ايه اجناس وفي اصناف. فالعالم من قبيل مشترك، يعني ممكن يقال على كل نوع عالم، او على كل صنف عالم، او على كل جنس عالم. فلأجل هذا قال لك العالم من قبيل مشترك. ثم انه ثم إن شئنا على قول الله أجزاء من الوجودات المقاجرة، يعني عاوز أقول لك إيه العالم ده؟ كل ما سوى الله تعالى ذاته إيه؟ ها؟ خليك معاي. ذاته إيه؟ وصفاته، يعني أي حاجة غير الذات والصفات سواء كانت أنواع أو أجناس أو أصناف فالعالم يشملها، فهو من قبيل المشترك. ثم إن مشينا يعني قدنا على القول بنفي الأحوال فيزاد من الموجودات. كيف يزاد من الموجودات يا شيخ أحمد؟ نقول كده العالم هو كل موجود سوى الله عشان نخرج الأحوال، فتكون الأحوال لأن الأحوال ليست موجودة، الأحوال ثبوتية. فإذا أردنا نفي الأحوال فنقول إيه؟ كل موجود، يعني نزيد الإيه؟ لماذا زيادة كلمة موجود؟ لإخراج الأحوال، لأنك إذا لم تقل قلت كل ما سوى الله، طب الأحوال سوى الله مش كده؟ يبقى أدخلتها في العالم إذا لم تضع كلمة موجود. أما إذا وضعتها أخرجت الإيه؟ وأما على القول بها يعني بإيه؟ فتخرج من العالم بزيادة قولنا من الثابتات بدل قولنا من الموجودات. فنقول العالم كل ثابت سوى الله. كده أخرجنا الإيه؟ الأحوال. كده أدخلناها. إذا قلنا كل ثابت أدخلنا الأحوال، أما إذا قلنا كل موجود أخرجنا الإيه؟ الأحوال. واضح؟ واضح ولا لسه؟ يا بني آدم أنت هل أنت عاقل أو مجنون؟ الاعتبار له من اسمه نصيب. فالآن أنت موجود، أفرض أنا اعتبرتك ما رديتش عليك يا أستاذنا، ما رديتش ليه على الشيخ فلان، اعتبرته غير موجود، هل ده الواقع يكذب ولا ما هو موجود جدا هو اللي بيكلمك؟ فالاعتبار ده ملوش معنى، ليس له إيه؟ شيء، لأنه له من اسمه نصيب، فلا وجود له إلا في ذهن المعتبر. المعتبر بتكلم على الثبوت والوجود. فعندك حاجتين، عاوز تدخل الأحوال تقول إيه؟ كل ثابت، عاوز تخرجها تقول كل موجود. يبقى العالم بحسب بحسب معناه. خد بالك يا شيخ أحمد محمد، العالم بحسب معناه اسم جنس، هديك المعاني المهمة. اسم جنس، ايه معنى اسم جنس؟ يطلق على كل جنس من اجناسه على البدل، فيقال عالم الملائكة جنس وحده، عالم النبات، عالم الحيوان، يطلق على كل جنس، صح كده؟ وليس اسما لمجموع هذه الاجناس. يعني خد بالك، يجي واحد يقول لي يا استاذ ليه ما نخليش لما نقول عالم النبات جنس، عالم المعادن جنس، عالم الملائكه مثلا عالم الجن، فاطلق على كل جنس. طب لماذا لا يكون اسم للمجموع؟ يعني مجموع الملائكه ومجموع كل ده اسمه ايه؟ العالم. حتى تكون له أجزاء أو يمتنع صدقه على واحد منها، وإلا فيمتنع جمعه. لأنه احنا قلنا عالم ايه؟ ها؟ عالم الملك، عالم الجن، قلنا عليه ده اسم ايه؟ اسم جنس.
مش جمع، لأنه لو كان جمع امتنع جمعه مش كده، هو ايه عالم، هنقول العوالم مش كده. طيب والعالمين او العالمون ده جمع ده ولا مفرد؟ لا ده اسمه ايه ملحق بالجمع، عالمون وأولو وعليون والسنون ده ايه ملحقات بالجمع. يبقى في هذه الحالة لو قلنا اسم للمجموع، لو قلنا اسم المجموع ايه هيحصل؟ ايه هيمتنع صدقه على واحد منها، يبقى لازم يطلق على الجميع. يعني مش هينفع نقول عالم الانسان او عالم الحيوان، لازم يطلق على المجموع وليس على كل واحد. وبعد كده ايه هيمتنع صدقه على كل واحد منها، يبقى لازم يصدق على الايه على المجموع مش على كل واحد. وبعدين والا فيمتنع جمعه لو انه لم يكن صادقا على كل واحد منها لم تنع جمعه، ولكنه يجمع او لا يجمع، يجمع باعتبار انه يصدق على كل واحد فيجمع. فنقول هذه العوالم، ونقصد ايه عالم الحيوان والانسان. ليه؟ لأنه يصدق على كل واحد منها بانفراد ولا يصدق عليها باجتماعها، فلو صدق عليها باجتماعها لم تنع جمعه. مفهوم ولا لسه؟ خلاص أنا أقول كده، عندهم شرحتها زيادة عن كده أنا نفسي مش هفهمها. يبقى إذن العالم اسم للقدر المشترك بينها، يعني بين هذه الايه بين هذه الاجناس، فيطلق على كل واحد منها وعلى كلها. شوف كده، يعني على كل واحد يطلق عليه عالم، عالم النبات، عالم كذا، ويطلق عليها بايه؟ ويطلق عليها كلها، يعني يطلق على كل واحد ويطلق على الايه على الكل. لا انه اسم للكل، ولو كان اسما للكل ما صح جمعه. يبقى هو اذا مشترك، يعني يطلق على كل واحد بانفراد ويطلق عليها بايه بمجموعها، لانه لو لم يكن يصدق عليها بانفرادها لا يصح جمعه. لا. وبعضهم قال ايه، قال ان من الناس من جعله مشتق. طب هو العالم مشتق من ايه يا مشايخ؟ كلمة العالم مشتق، بعضهم جعله مشتق من العلم، وبعضهم جعله كما قلنا مشتقا من العلامة. تبين الفرق بين كونه مشتق من العلم وبين كونه مشتقا من العلامة. على الأول اللي هو ايه مشتق من العلم، ففي مسماه أقوال. يعني إذا قلنا العالم مشتق من العلم أو مشتق من العلامة، من العلامة سهلة، يبقى شيخ محمد من العلامة يعني العالم ده علامة يعني دليل. إنما لو قلنا مشتق من العلم يبقى معناها لا يطلق عليه أنه عالم إلا إذا كان عالما، إذا كان ينفع يقوم به العلم. ولذلك جاء في القرآن أتأتون الذكران من العالمين. يبقى العالمين مش مقصود هنا بها ما سوى الله، وإلا كان أتوا الحجارة مثلا. يبقى المراد بالعالم هنا البشر اللي هم العقلاء اللي هو يعقل. يبقى هنا لو قلنا مشتق من العلم يبقى ما المراد به؟ من هو مسمى العالم؟ بنو آدم. يبقى أول ما تسمع كلمة العالم يقول لك يا عالم يا هو، يعني يا بني آدم. ده في قول ثاني، نعم لو كان مشتقا من العلم يبقى فيه كام يا شيخ محمد؟ لو كان مشتقا من العلم يبقى فيه مسماه خمسة أقوال. يعني المراد بكلمة العالم على أنه مشتق من العلم، لو قلنا من العلامة خلاص أي حاجة تدب. إنما إذا كان مشتقا من العلم ففي مسماه خمسة أقوال. واحد بنو آدم،
الثاني الجن والإنس، فهم مكلفين دول. يبقى المراد بالعالم إذا كان مشتقا من العلم يبقى إيه؟ ها؟ يبقى لما أقول الحمد لله رب العالمين يعني رب بني آدم، أو رب العالمين يعني رب الجن والإنس، لأنه في قوله تعالى أتأتون الذكران من العالمين، هل راحوا للذكران الجن؟ لا، يبقى هنا بني آدم بس. إنما لو حبيت أوسع يبقى إيه؟ الجن والإيه؟ لو بعدين القول الثالث أن مسماه أو المراد به مش الجن والإنس، أربعة أمم، الإنس والجن والملائكة والشياطين، هذول العالم. يبقى لما أقول يا عالم يبقى مش بنادى على الناس بس، ده بقول يا عالم يعني يا إنس يا جن يا شيطان يا ملك. الأول قلنا إيه؟ بنو آدم، والثاني الجن والإنس، وفي قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، والقول الثالث أنها كام؟ أربعة أمم، إنس والجن والملائكة ومين؟ ده القول الخامس. الرابع والخامس الأول بني آدم، والثاني ده، والثالث الرابع أن المراد أهل الجنة وأهل النار، هذا العالم. ما هو مليان النار والإنس والجن، بس ما فيهاش ملائك، لا مش هو نفسه، هو الملائكة هتدخل النار، يقول لك أهل الجنة وأهل النار. هنتكلم على النار فيها أهل الجنة وأهل الجنة وأهل النار. أهل الجنة وأهل النار، يعني بدل يجب يكون هنا في ملائكة، الملائكة مش إلا الخزن، لأن الملك لو دخل النار مش هيتعذب، ده داخل وظيفة يعني رئيس جوه، يعني له غرفة مكيفة مش هيدخل معاهم في العذاب، زي السجن ومكتب مأمور السجن بيت زنزانة، لكن المأمور قاعد فين؟ في السجن، لكن المسجون قاعد فين؟ في زنزانة، فمش كل السجن سجن، يعني حاجة. يبقى كام دلوقتي يا شيخ؟ أربعة. الخامس أنه 18,000 ملك أو 18,000 نوع لا يعلمها إلا الله ويخلق ما لا تعلمه. السادس الخامس 18,000 ملك. السادس اسمع ايه السادس ده؟ انه يعني مسمى العالم كل من يتصف بالعلم والالهام عاقلا او غير عاقل، يعني من اتصف بمعنى ايه؟ لماذا قال بالعلم او الالهام حتى يدخل النحل؟ واوحى ربك الى ايه؟ الى النحل، فيصبح النحل دهدأ والجبال كده والشجر، فعشان كده وسع قال كل ما قلنا مشتق من العلم، يبقى كل، وده احسن الاقوال، كل من يتصل بالعلم والالهام عاقلا او غير عاقل. ده القول الثاني فاكرينه ايه؟ انه هو ايه؟ ها؟ احنا قلنا القول الاول اصبح في مسمى العالم مجموع كان قول ستة اقوال على انه مشتق من الايه؟ من العلم. طب واذا مشينا على القول الثاني انه مشتق من العلامه، يبقى ما المراد بالعالم؟ يبقى كل موجود فيه علامه يمتاز بها عن غيره من انواع الموجودات. يعني انت جبت لي مثلا فرس وجبت لي ايه؟ كلب او ذئب، ففي علامة يميز بها الفرس مش كده؟ وفي علامة يميز بها الكلب، وإلا لكان الكلب والفرس والجمل شيئا واحدا. يبقى إذن علامة يعني شيء يميز هذا عن غيره، فأي شيء فيه علامة تميزه عن الآخر فهو عالم، لأنه فيه علامة.
العلامة اللي بيسموها ايه؟ زي الأمارة أو الوشم، علامة اعمل له علامة مثلا، هذه العلامة. وعلامات وبالنجم سمعت. أيوة يا سيدي الشيخ تفضل، ماذا تقول؟ بين كتفيك علامة، يعني بين كتفيك عالم. نحن نقول ما يعني ما يعلم به، يعني يميز به. لا اقرأ كده كل ايه، لا لسه اقول كده العالم، كل ايه العالم، مصطلح العالم، فتح اللام ومعناه. لا خلينا في المتن يا شيخ، فتح اللام ومعناه كل ما سوى الله. لا خلينا في كلمة كل ما سوى الله. اول ما العلماء او المشايخ قالوا العالم هو ايه، كل ايه، كل ما سوى الله فيها ثلاث ايرادات، يعني في ثلاث اعتراضات على كلمة كل ما سوى الله. الان عرفنا كلمة من العلم او من الايه، في ايراد على ايه، على كلمة كل ما سوى الله. قال لك اول ايراد احدها يعني في اعتراض، هل تستطيع ان تذكر الاعتراض الاول على هذا التعريف، تعريف العالم هو ايه، كل ما سوى الله؟ قال لك لا، خد بالك انت قلت ايه، لما نقول اي حاجة عرفها ونحط فيها كل، يبقى كده عرفنا الافراد، والعالم لا افراد له، فكل ده يسمى عالم. وانت حطيت كلمة كل في التعريف يبقى فيه افراد، زي ما يقول ايه، كل من حضر الدرس فهو طالب، يبقى لازم يكون فيه افراد. حتى طالما قلت كل، واضح؟ انما كيف اجعل في التعريف كلمة كل؟ هذا الاعتراض المؤمن، اعترض على التعريف بلفظ كل. ليه؟ لانه تعريف بالافراد، انه ايه، عرف المفرد اللي هو العالم ولم يعرف الجمع، فكيف يضع كل مع انه التعريف للمفرد؟ هو مفرد ولا جمع يا شيخ؟ جمع. لا حول ولا قوة يا ابن العالم، لفظ العالم مفرد كده، فكيف يضع في تعريفه كل؟ وكل لا توضع الا في تعريف ما له افراد. ولما نيجي نجاوب، اول اعتراض ايه، انه وضع في التعريف لفظ كل وهو ممتنع. ليه؟ لانه تعريف بالايه، بالافراد. ثانيا انه ايه، ها ايه الاعتراض الثاني، ان التعريف فاسد. ايه فاسد؟ ليه؟ ها ايوه تمام حلو، ليه فاسد؟ فاسد الطرد مش فاسد العكس، هو لازم التعريف يكون مطارد ايه، قالوا لو يبقى هو فاسد الطرد، لما نقوله كل ما سوى الله فدخلت فيه الصفات الأزلية، لأن الصفات ليست هي الذات، يبقى بكلمة كل ما سوى الله شمل الصفات الأزلية، صح ولا لا؟ هذا فاسد الطرد. ليه؟ إذ ليست الصفات عين الذات. خلاص كده؟ وبعدين في نفس الوقت لا يجوز أن تدخل الصفات في العالم، لأن العالم حادث وهي قديمة. فعندما قال كل ما سوى الله أصبح هذا التعريف فاسد الطرد. لماذا؟ لأنه أدخل الصفات. طب هي المشكلة؟ قال لك ما هو الصفات ليست إيه؟ ليست هي عين الذات، يبقى معنى كده دخلت في العالم، ودخولها في العالم لا يجوز، لأنه لو أدخلناها في العالم حتكون حادثة وهي إيه؟ قديمة. ده الاعتراض الثاني. طب والاعتراض الثالث؟ أن العالم المحدود هنا الحد يعني هو المحكوم عليه فيما يأتي بالحدوث، مش كده؟ مش العالم حادث؟
فالعالم هو حد وعرف العالم الحادث، فلما أطلق عليه ما سوى الله دخل المعدوم، والمعدوم ليس من العالم ولكنه سوى الله. العالم هو كل ما سوى الله، هل المعدوم ده سوى الله ولا من سوى الله؟ طب هل هو من العالم؟ لا، فدخل في التعريف ليه؟ المعدوم، مع أنه لا يقال العالم إلا للحادث. يبقى إذن إطلاق ما سوى الله أدخل المعدوم الممكن والمستحيل كمان، مع أنهما ليس من العالم، لأن العالم هو الموجود الحادث. وشيء منهما يعني من المعدوم الممكن والمستحيل لا يكون داخلا فيه. يبقى إذن كيف نعالج هذه المشكلة؟ قال لك والله أعالجها بحاجة واحدة بس، حط كلمة موجود بعد كلمة سوى فتقول كل، قبل كلمة سوى فتقول كل موجود سوى الله، بس في هذه الحالة هتدخل ايه؟ هتدخل الصفات، هتدخل ايه؟ الصفات، وبعدين هتخرج ايه؟ الاحوال. طب الاحوال هتبقى هي لا من العالم، لا من، ليست من العالم وليست من خارجه. يبقى إذن قال فكان ينبغي، بعضهم قال كده، فكان ينبغي أن يقال التعريف كل كل موجود سوى الله. ولذلك قال الفهري بيقول إيه؟ وهذه عبارة سديدة اللي إيه؟ كل موجود سوى الله حتى هتنفي عنك ليه؟ ولكن حيقع عليها برضه اضطرار. قال الفهري وهذه عبارة سديدة على رأي من نفى الأحوال، وأما من يثبتها ويزعم اشتمال العالم عليها فيتعين أن يقول كل ثابت سوى الله، وإلا خرج منه بعضه ولم يعم. طب بالنسبة لنا احنا مذهبنا احنا الاشاعر، الاشاعر لا يقولون بايه؟ باثبات الحال، ويقولون الحق ام لا حال، والحال من المحال. يبقى احنا مش محتاجين نضع قيد كل ايه؟ كل موجود، احنا مش محتاجين كده. امال مين المحتاج يحط كلمة كل يحط نعم؟ ما احنا لا نقول، لا نقول بها، فاحنا نقول كل موجود، والاحوال ليست موجوده، فهي ليست من العالم، هي اصلا ما فيها، هي مش موجوده، ما فيش حال لا ثابته ولا موجود، نقول بنفي الحال. اذا فاحنا غير محتاجين ليه؟ لا احنا يكفينا كلمه كل موجود. اما المعتزله عشان مذهبهم بيقول باثبات الاحوال يبقى ما ينفعش عندهم هذا التعريف اللي هو كل موجود، فيجب عليهم ان يقولوا كل ثابت سوى الله تعالى. طيب يجي الاعتراض الاخير، انت قلت ايه بالنسبه للصفات؟ يعني حتى على تعريفنا احنا مش هينفع كل موجود سوى الله، لانه في هذه الحاله الصفات موجوده ودخلت في العالم، واحنا قلنا كل موجود. طيب السؤال كيف خرجت؟ واحنا مصرين على الموضوع ده، مش خلاص احنا رضينا بالتعريف ده، مش هنزود كلمة ولا هننقص كلمة، هو ده هو. لا الجواب بتاعنا واضح، هم بيقولون الصفات دي غير الذات، يجب ان تدخل في العالم، ولو دخلت فيه لكانت حادثة وهي قديمة، فنقول لهم لم تدخل. ليه؟ لانه مذهبنا احنا محير. ليست عينا ولا غيرا، فبكده احنا هربنا من الاعتراف. احنا صحيح لم نقل انها غير، وفي نفس الوقت لم نقل انها عين، ولم نقل انها غير، خلاص كده احنا مش محتاجينها. المغرب بيأذن، اذن وبعد كده نكمل. خد من المؤذن؟ اذن، والمين اللي اذن ده؟ العصر. جاء الماء.
لماذا نقول لسه؟ خلاص بعد السنة نكمل بعد السنة إن شاء الله مولانا؟ بعد السنة إن شاء الله لسه ما إحنا قلنا حاجة إن شاء الله عاوزنا نخلص فين الشيخ؟ لا أكيد بعد خلع طول على طول هات واحد قبل السنة الله أكبر خذ بس وسع شوية عشان أنا علي أنت ناطم شاكي الله كل ما سوى الله تعالى في الحاشية في باب كلام خلاص. طيب ومنها لفظ الأزل ويعنون به نفي الأولية أي ليس له أول. ومنها قولهم ما لا يزال يعني خلاص قلنا لفظ وانتهينا منه اللي هو ايه لفظ ليه معايا ولا مش معايا؟ احنا انتهينا من لفظ الايه تعالى وبعدين حلقت الان الى لفظ اخر هو ايه الازل. وفي بعد كده ايه ما لا يزال ويعنون به ما له اول وهو ضد الازل. ومنها القديم ويعنون به الموجود الذي لا اول لوجوده ويسمونه ايضا ايه ازليا. ومنها لفظ الدائم وهكذا ستأتي ألفاظ ممكن في الآخر نستخرجها ونعدها إن شاء الله. يلا يا حاشي أو اقرأ المتن الأول وبعد كده ومنها لفظ الأزلي ويعنون به نفي الأولية نعم أي ليس له أول. ومنها في حاجة هنا خلوا بالكم بيقول ومنها لفظ الأزل ويعنون به يعني بإيه بالأزل بهذا اللفظ يعني يعنون به يعني معناه عندهم ايه ايه معنى الأزل نفي الأولية اي الذي اي يعني ايه معنى نفي بيشرحنا نفي الأولية يعني اي ليس له ايه اول. هنا في حاجة لما شرح كلمة ايه الأزل ما المراد بالأزل نفي الأولية ثم زاد في التفسير وقال أي ليس له أول. هذا غير مناسب لتعريف الأزل كلمة إيه ليس له أول كده خلي عندك فطنة ليس له أول ده تعريف إيه ده هو الكلام صح بس في حاجة دقيقة وهو في قول أن القديم والأزل مترادفان وفي قول أن القديم هو الموجود الذي إيه ليس له أول. أما الأزل فيشمل ما ليس له أول سواء كان وجود أو عدم. إذا هنا العبارة غير دقيقة في إيه هو بيعرف هنا إيه بيعرف الأزل مش كده فقال نفي الأولية ماشي صح. إنما لما جاء فسر قال إيه أي الذي ليس له إيه هذا غير مناسب لتعريف الأزل. إنما الذي ليس له أول هو الأزلي مش الأزل شوف كده يبقى إذن هذا يعني في تعريف الأزل وفي تعريف الأزلي فالأزلي هو الذي ليس له أول إنما الأزل هو نفي الأولية فهمتوا لسه؟ يبقى إذن العبارة غير إيه دقيقة أو غير مناسبة لتعريف الأزل وإنما هي مناسبة لتعريف الأزلي الذي هو منسوب إلى الأزل
طب والعدم يا مسلم ما هو يا شيخ محمد ولا احمد يا شيخ احمد؟ العدم اللي هو ليس له اول مش كده؟ هذا اسمه ايه؟ العدم الواجب، العدم الذي ليس له اول، هذا يسمى ايه؟ العدم الواجب. اما العدم استنى انت الاول دلوقتي في الازل كنت ايه؟ سعادتك في الازل كنت ايه؟ جاوب ماذا كنت؟ كنت عدما مش معدوم، بس كنت معدوم دي يعني واقع كان ليك وجود، اسمك ايه؟ عدم وليس معدوما. معدوما يعني تواجدت وبعد كده وقع عليك العدم، لانه معدوم ده اسم ايه؟ مفعول. اذا في الازل كنت ايه؟ عدم. هل عدمك الازل ده هل له اول؟ لانه لو كان له اول لكان لك وجود قبل هذا العدم. فالعدم العدم اما ان لا يكون مسبوق واما ان يكون مسبوق بوجود، زي الوجود تماما، ما هو في وجود مسبوق بعدم وفي وجود مسبوق بوجود وفي عدم مسبوق بعدم او ليس مسبوقا بشيء وفي عدم مسبوق بوجود، تمام كده؟ يبقى اعدامنا كلنا كده، او عدم العالم في الادب اعدامنا في عدم اسمه العدم الواجب اللي هو العدم الازلي، وفي عدم جائز اللي هو العدم فيما لا يزال. اقول لك الالفاظ دي دقيقه عشان كده خلي بالك. ده بيه هو الازل، لازم تفهم المصطلحات. الازل هو نفي الاوليه يقابله ما لا يزال، هو اثبات الاوليه. يبقى إذن عندنا كلمة تقابلها كلمة، كلمة الأزل ما هو المقابل لها؟ قلنا هنا ما تجيبش حاجة لغوية بدماغك، ما تجيبش حاجة من فهمك، خذ المصطلح. هم ماذا عنوا بها؟ عنوا يعني أرادوا بكلمة الأزل نفي الأولية، وإن كان لها معاني أخرى من الشأن بها. فنتكلم هنا تفسير الألفاظ المحتاج إليها في هذا العلم. ولذلك في بعض الناس يحدث خلق يستعمل الكلمة في غير سياق العلم له. فمثلا يقول لك والله منذ القدم ما شفتش فلان، لا يعني بها نفي الأولية وإنما يعني بها القدم الزماني. فكلمة القدم في الاصطلاح أو في هذا الفن معناها نفي الأولية. إذن الأزل هو إيه؟ ها؟ هو نفي الأولية. طيب ما الذي يقابله؟ ما لا يزال. يبقى إذن هناك عدمان، عدم واجب وعدم جائز. ما معنى واجب؟ يعني إيه؟ لا يتصور عدمه. هو الواجب كده، الواجب هو ما لا يتصور عدمه، والمستحيل هو ما لا يتصور إيه؟ ثبوته أو وجوده. يبقى العدم اللي هو في الأزل ده واجب، يعني لا يتصور عدم العدم. يبقى العدم ده ايه؟ واجب، يعني لابد أن تكون في الأزل عدما. أما فيما لا يزال هذا العدم جائز لأنه انقطع بوجودك. لو لم ينقطع بوجودك لكان أيضا ايه؟ أزليا، ولكنه هنا في دائرة ما لا يزال. إذن فأنت في الأزل وقبل خلق العوالم كنت عدما، وهذا هو العدم الواجب. وأنت قبل وجودك فيما لا يزال كنت عدما، فانقطع هذا العدم بالوجود وسينقطع الوجود بالإيه؟ بالعدم، فكلاهما إيه؟ جائز. إنما العدم الأزلي هذا واجب لم ينقطع بوجودنا، الذي انقطع بوجودنا هو عدمنا فيما لا يزال هو الجائز. أما العدم الأزلي لا ينقطع أبدا، ولهذا قال ساداتنا الصوفية رضي الله تعالى عنهم لهذا المعنى
قالوا الأكوان ما شمت رائحة وجود ولن تشم ذلك أبدا. ليه؟ لأنهم نظروا إلى الأعدام الأزلية الواجبة. كان الله عندك صوفيك لعقيدتهم كان الله ولا إيه ولا شيء معه وهو الآن على ما علي عن معناها ما فيش حاجة. فهمت كده ولا لسه؟ بس فذلك ده اسمه ايه مذهب ده اسمه وحدة الوجود. فلا يؤمنون إلا بوجود الله فقط. يبقى إذن كلمة نفي الأولية أي الذي ليس له أول ده غير مناسب ليه؟ لتعريف أو لتفسير الأزل ولكنه مناسب لتفسير إيه؟ الأزلي أي الذي ليس له أول. ومنها قولهم لا يزال ويعم به ما يقول نعم وهو قول طيب لفظ الأزل خليك معي ايه معناه ما في الايه الاولية اي الذي خلاص حنتجاوز عن كلمة نخليها ماشي مشي اي الذي ليس له اول. ومنها قولهم ما لا يزال. ما لا يزال ده عكس ايه عكس الأزل. ليه؟ لانهم يعنون به ما له اول. يبقى ما له أولية ما له بداية هو ده اسمه ايه ده. لا اما ما ليس له أولية هذا هو الايه هذا هو الأزل او الأزل وهو ضد الأزل. نمشي ايه خطوة خطوة. وقع في عبارة السعد السعد التفتزاني في شرح النسفيه قال ايه قال الازل اما عبارة عن عدم الاولية يعني فسر لنا وشرح لنا بشيء يعني واضح. قال الازل يعبر به عن ايه عن ايه عن نفي عن عدم الايه الاولية او استمرار الوجود في ازمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي. يعني ممكن يقصدون الأزل إيه استمرار الوجود يعني الوجود ده مستمر. يعني مثلا حمس المثل أنا موجود قبل ذلك قبل هذا الزمن موجود وقبل هذا الزمن موجود. الأزمنة دي أزمنة مقدرة وليست أزمنة حقيقية غير متناهية في جانب الماضي. طالما هي في جانب الماضي مستمرة ما لهاش أول يبدأ كده إيه هذا هو معنى إيه هذا هو معنى الأزل استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي. لو يسمى ده إيه ده قول كده تاني يا شيخ محمد يا شيخ أحمد محمد قول التعريف ده استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب. ما الذي يقابل هذا التعريف؟ الأبد. استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب المستقبل فده اسمه ده الأبد. أما الأزل هو استمرار الوجود في ايه لماذا قالوا أزمنة مقدرة؟ لأنها ليست أزمنة حقيقية لأن الزمن الحقيقي عبارة عن ايه حركة إيه؟ الأفلاك أو عبارة عن ايه وجود مقارنة وجود أو لا مقارنة متجدد متجدد معلوم لمتجدد موهوم عند المتكلمين او عند مين او عند الفلاسفة. يلا اقرا يا شيخ محمد. ايه ده؟
المنى مقدرة غير متناهية، يعني هو زمن متوهم وليس زمن حقيقي، بس الأمر إنه غير متناهي تقريبا للتقريب، لأنه لا أزمنة حقيقية في الأزل. ليه؟ لأن الزمن حادث، وعشان كده قالوا مقدرة وليست إيه حقيقية، وإلا لكان الأزل هو إيه؟ هو ما لا يزال. من أعظم ما لا يزال فعمل به ما يمر وهو عضو المثل، ومنها الرقيق ويعمل به الموجود الذي لا يمر لا يمر. خد بالك القديم قال ايه كده؟ الموجود الذي لا اول لوجوده. يبقى اذن ما هو القديم؟ الموجود الذي لا اول لوجوده. اما الازلي هو ما تعرفش الازلي، مش عارف هيجيبها بعدين ولا لا. ايه الفرق بين القديم والازلي؟ هناك قول بانهما مترادفان، يعني القديم هو الازلي والازلي هو الايه. واما التحقيق فالقديم يطلق على الموجود الذي لا اول له، اما الازلي يطلق على ما لا اول له سواء كان وجودا او عدما. ولذلك الله تعالى قديم وازلي، اما عدمنا في الازل فهو ازلي وليس بقديم، لانه ايه ليس وجودا، لانهم قالوا القديم هو الموجود الذي لا اول لوجوده. اذا فدخل ايه القديم دخل فيه الموجود فقط، اما الازل دخل فيه المعدوم ودخل فيه الموجود، بس بشرط ان يكون لا اول لاي منهما. يبقى اذا كلمه لا اول له، كلمه ازلي ازلي يعني ما لا اول له سواء كان موجودا او معدوما، اما القديم هو ما لا اول له وجودا فقط. يبقى بناء على هذا ماذا نقول؟ نقول كل قديم ازلي وليس العكس، صح كده؟ يلا يبقى بينهما ايه؟ عموم وخصوص مطلق. خلص الحاشية بقى. يعني اقرأ المتن واسيب الحاشية. طب كان انتوا اصلا قطعتوا الحاشية من كان جبتوا المتن فيه الشرح يعني ها. ويسمونه يبقى هنا الشيخ جرى على انه لا فرق بين القديم والازل فجعلهما ايه مترادفين. يلا ادخل على الحاشيه. قولوا نفي النوعيه اي الكراهه، فالمراد المعنى الخاص بالمصدر، يعني لم يرد المعنى الايه المصدري، انما اراد من نفي الاولي يعني انتفاء الاولي. خلاص. شفت كده؟ مش انا قلت لك منذ قليل انه ده مش مناسب لايه؟ للاجل، انما هو مناسب لمين؟ ولذلك بقول لك هذا تفسير للأزل لا للأزل، إذ هو عدم الأولية اللي هو الأزل. فهو ما هو الأزل؟ هو عدم الأولية. طب ما هو الأزل؟ هو الذي ليس له أول. شوف الدقة في العبارة. الأولى أن يكون والأزل ما ليس له أول، يعني فالأولى بدل ما يقول الأزل ويعنون به الأولى يجعل الذي ليس له أول تعريف للأزل وليس للأزل. ثم إن الأزلية قسم بين وجود الباري والصادق والمعدوم. شفت كده يا شيخ أحمد بيقول إيه؟ خلاص إذا قلت أحمد يبقى أنت، مش أنت أحمد؟ وإذا قلت محمد يبقى أنت. ثم إن إيه؟ قول معاه. ثم إن الأزلية يتصف به الموجود
يعني عاوز يقول لك ايه؟ الازلي يتصف به الموجود ويتصف به صفات الموجود الوجودية ويتصف به المعدوم. خد بالك العبارة اللي انت سألت عنها. ثم ان الازلي يتصف به الموجود كالباري وصفات والمعدوم، يعني المعدوم ايضا يتصف بايه؟ بالأزلية. إذ من أفراد الأزلي عدمنا الأزلي وهو لم ينقطع، وإنما المنقطع عدمنا فيما لا يزال بوجودنا، خلافا لمن قال إن عدمنا في الأزل قطع بوجودنا فإنه غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ من الذي يجيب على هذه؟ احنا بنقول الذي انقطع بوجودنا هو ايه؟ ها؟ هو عدمنا فيما لا يزال. لكن هناك من خالفنا وقال ان عدمنا الازلي انقطع بوجودنا، وهذا ايه؟ ها؟ لانه غير ايه؟ غير ايه؟ غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لماذا غير صحيح؟ لأن العدم الأزلي واجب، والواجب لا ينقطع، لأنه لو انقطع الواجب لم يعد واجبا فقد صار إيه؟ ممكنا. يبقى هذا فيه قلب للحقائق، طالما هو واجب يبقى معناها مش ما ينتهيش. يبقى إذا نيجي واحد يقول لك طالما عدا العدم الأزلي ده واجب ولا ينقطع، أمال إيه؟ لا ينقطع يعني معناها إيه؟ نظل عدما دائما. من كيف وجدنا إذا كان عدمنا أزلي والعدم الأزلي واجب، يعني واجب أن يكون لا يتغير، الواجب لا يتصور في العقل عدمه. إذا كان العدم في الأزل واجبا فلا يتصور وجودنا، أمال كيف وجدنا؟ هل ننكر الحقائق ونقول إحنا غير موجودين؟ ينفع؟ أبدا ينفع، عند الصوفية ينفع، لأنه هناك في إيه؟ في حيثية، وهي أنك إذا نظرت للمعدوم الممكن في ذاته فهو عدم، أما إذا نظرت باعتبار تعلق الإرادة أو القدرة به يبقى إذن هناك وجهان للعملة، يعني في وجه للشيء من إيه؟ من تنظر في الشيء في ذاته بقطع النظر عن موجده أو عن تعلق الإرادة أو العلم به، فإذا نظرت إلى الأشياء في ذاتها فهي عدم، أما إذا نظرت لتعلق الإرادة أو العلم أو القدر فهي موجودة. وهذا هو معنى قول ابن عطاء الله الأكوان ثابتة بإثبات وممحوة بالحديث، فهي لها ثبوت ولها محو. إذن فهناك وجهان للشيء، ولذلك بعض المفسرين أرجع الضمير في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. يبقى إذا شوف كده الشيء له وجهان، كل شيء هالك إلا وجهه، يبقى كل شيء في ذاته هالك إلا من جهة إضافته إلى الله. يعني إذا ممكن أن تنظر للشيء من حيث هو أو من حيث إيه؟ تعلقه أو تعلق الإرادة به. ولذلك يقول كل شيء هالك إلا وجهه، يعني قالوا وجهه الضمير يعود على الشيء ولا يعود على الله. زي ايه بالضبط؟ زي قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قالوا ما يصحش يكون في قدرة الله في تفاوت،
مفيش حاجة يقولوا هينا على الله حاجة أهون، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فلا نقول إن خلق السماوات وخلق الجبال أصعب من خلق الحشرات، لأن التعلق واحد والقدرة تامة. فالله تعالى خلق الجمل عنده زي خلق النملة، يعني مش نقوله دي سهل يعملها بسرعة والتاني عاوزه أسبوع. يعني يقول للنملة كن فتكون ويقول للجبل واحد، مش كده؟ يبقى ما فيش تفاوت في القدرة. أمال إيه وهو أهون عليه؟ قال عليه على الشيء مش على الله، وهو الذي يبدأ الخلق. الخلق هنا بمعنى المخلوق، يعني لما ربنا يعيد الشيء فالإعادة أهون عليه من البدء. يعني لما ربنا يعيدك تاني في الإعادة مش هتمر بالرضاع والعظم، هتنشأ مرة واحدة، فأسهل من إنشائك على مراحل. كانت في البداية كانت كانت أطوار، فبالنسبة ليك هتتعذب، هترجع ترضع من جديد وتحبي وهتفطم وهتبكي. إنما في الإعادة هيروح يقول لك تقوم كده تقول يا ويلنا من بعثنا من مقر، تقوم تنكر وجود الخالق. تبقى إيه الأسهل عليك؟ عليك أنت مش عليه هو، عليه هو ما تفرقش، ما فيش فرق عنده بين ديه وبين ديه. شوف التحقيق. يبقى إذن الشيء له وجهان، يبقى الشيء من ذاته هالك، أما إذا من جهتي، ما هو أنت هتنظر في الأشياء فيها نفسها من حيث ذوات الأشياء، لكن هناك من ينظر في الأشياء من حيث دلالتها على على الموجد أو على الخالق سبحانه وتعالى. فممكن تنظر في نفس الشيء فلا يمكن أن تصل إلى إلى الغرض. هتقول الشيء ده جميل طويل كذا، لكن عمرك ما هتفكر أنه حادث أو إلا إذا نظرت إلى تعلقه بمين؟ بخالقه. يبقى إذا نظرنا العبارة اللي هي جرتنا لهذا الكلام، أن عدمنا في الأزل واجب، والواجب لو انقطع لا يكون واجبا، إذا فلا يمكن أن نوجد أبدا يعني في الأزل. يبقى الذي انقطع بوجودنا هو عدمنا فيما لا يزال، وليس هو العدم الأزل. أما الذي خالف وقال، يقول خلافا لمن قال إن عدمنا في الأزل قطع، يقول له لا لم يقطع، لأنه واجب، والواجب لا يتصور نفيه. حبص بالك، مش هقول لك لا يتصور عدمه، لأنه هو عدم، هو عدم، فلا يتصور نفيه، يعني ارتفاع العدم بالوجود. لأننا لو انقطع عدمنا الأزلي لكان لنا وجود مع الله في الأزل، ولما كان العالم حادثا. لو انقطع العدم بتاعنا فين؟ في الأزل. بحيث لا شاركنا الله تعالى فين؟ في الأزلية. وهل الأزلية هل هناك شيء شارك الله تعالى فيها؟ جاي معنى حديث رسول الله اللي رواه البخاري، كان الله ولم يكن شيء غيره. كلمة غيره دي نفت العالم كله. إذا الله تعالى له وجود أزلي لا يشاركه فيه شيء، لا عرش ولا ماء ولا كرسي ولا فضاء ولا عدم ولا وجود. ولذلك لما نظر أهل التصوف إلى هذه الحقائق قالوا بوحدة الوجود. إيه معنى وحدة؟ قالوا أصل الوجود لا يكون إلا واجبا، والواجب لا يتعدد، ده الوجود الحقيقي. أما الوجود اللي هو الثاني ده وجود ليس حقيقي بدليل انقطاعه. أما الوجود الدائم الأزلي المستمر هو الوجود الواجب. يبقى إذن العدم ده لا يمكن نفيه. لذلك لما ينظرون كده، إذا نظرت مثلا كده، شوف كده
عندما يفسرون او ينظرون في قوله تعالى الله تعالى منفرد وحده بالايه بالازليه او بالاولين، هو الاول وايه والظاهر والباطن. فكان بعض العارفين يقول ايه الاول يعني الاول ليس قبله شيء فنفت وجود شيء إيه؟ والاخر ليس بعده شيء والظاهر ليس فوقه شيء والباطن ليس دونه شيء. فكان يقول كذا اين العالم؟ يبقى العالم له وجه لا وجود له، هو الوجود الواجب وله وجود هو الجائز، إذن فليس هناك تناقض لأن الجهة منفكة. في عندنا إيه؟ جهتين، جهة له بالنظر إلى ذاته وجهة له بالنظر إلى إيه. ولذلك تجد في الآية حاجة عجيبة بيقول كل شيء، كلمة كل شيء أثبت الشيء ولا نفاه إثباته. طيب كل شيء هالك نفي، إنه إيه معنى الهلاك؟ يعني العدم. هالك مش معناها يعني اختلال، هلاك يعني عدم. يقول لك فلان هلك يعني إيه خلاص راح في داهية غار هلك عدم يعني هلك أصبح مش موجود. هل بعد هلاكه بيبقى له وجود؟ فين الثوب اللي كنت لابسه؟ هلك يعني خلاص راح. واسم الفاعل في الآية كل شيء هالك حقيقة في الحال ولا في الاستقبال؟ لا في الاستقبال مجاز، في الاستقبال مجاز، إنما هو حقيقة في الحال. يعني بقول لك هذا الشيء هالك، هل معناه لما اقول لك هذا شيء هالك هل معناه سيهلك؟ لا، اذا قلنا معنى هالك انه سيؤول الى الهلاك فهذا معنى مجازي، انما لا يقال هالك الا لمن هو هالك في الحقيقه. هو كده المعنى هالك، اقول لك فلان ده شارب او فلان ميت، لو خدناها على الحقيقه هو ميت، انما لو خدناها على انه ميت يعني سيموت كما في قوله تعالى انك ميت، لانه لا يمكن يكون ميت في الحقيقه. من القران خاطب مين؟ انك ميت يعني ستموت، يعني ان شاء الله حيجي عليك الدور على كل المخلوقات وحتكون ايه ميت مش كده؟ وانهم ميتون. وذلك جاء في القران ثم انكم بعد ذلك لميتون، يعني مش الان. امال في الايه الثانيه ما قالوش بعد انك ميت وانهم. يبقى اسم الفاعل في اللغه حقيقه في الحال. ايه معنى حقيقه في الحال؟ يبقى يجب ان يكون اخبار الله تعالى في قوله كل شيء هالك يعني في الحال الان. كيف يكون هالكا وهو موجود؟ الجواب كما ذكرنا انه هالك بالنظر الى ذاته وموجود بالنظر الى اثبات الله له. يبقى إذن اسم الفاعل إيه حقيقة فين؟ وعلى مثل هذا تفسر قوله كل من عليها فان. يبقى إذا نظرت إلى الأشياء في ذواتها فهي فانية، إذا نظرت إلى أن الله أوجدها فهي موجودة مش كده؟ كل اسم فاعل فان وهالك مش كده؟ وميت إلى غير ذلك. يبقى إذن لا نحتاج كما قال في الجوهر وكل شيء هالك ايه قد خصصوا مش كده عمومه، قد خصصوا عمومه في تخصيص العموم، لا نحتاج الى هذا لانه عندنا ايه جهتان. يعني انت الان بتكلمني وانت موجود، فلو قطعت النظر عن وجود خالقك فانت عدم، بل لا يمكن تبقى من غيره. يبقى في الحقيقة مش انت الموجود، ده هو الموجود، فلا وجود لك من ذاتك. يبقى في الحالة دي لك ايه وجهان او لك جهتان، جهة بالنظر الى ذاتك فانت من حيث هذه الجهة انت هالك، وجهة بالنظر اليه سبحانه وتعالى فانت ايه
موجود. ولذلك لما قالوا لما نظروا إلى قوله تعالى هو الأول يبقى ما فيش حاجة قبله والآخر ما فيش حاجة بعده وما فيش حاجة معاه ما فيش حاجة خالص غيره هو هو ده المعنى الحقيقي. طب المكونات والأشياء هل ننفيها؟ قال لك تنفيها إذا نظرت إلى الوجود الواجب وتثبتها إذا نظرت إلى أفعاله. ولهذا قالوا ثاني كلام الصوفية ثاني ليس في الوجود شيء إلا الله ذاته وصفاته وأفعاله. من أفعاله؟ الموجودات المخلوقات. يبقى الموجود هو إيه؟ الفعل بتاعه. يبقى ما فيش حاجة إيه موجودة حقيقة إلا الله تعالى. هل ده الكلام ده كفر؟ هل ده شرك؟ هو ده عيب وعقيدة وحدة الوجود بهذا المعنى مش عقيدة الصوفية. ده يجب أن تكون عقيدة كل مسلم ينزه الله تعالى لأنه لم يشارك الله تعالى في الوجود الواجب شيء. وهذا ما قاله أبو مدين قال من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال. فالعارفون فن ولما يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعال ورأوا سواه سواه على الحقيقة. خد بالك من القيد له مش رأوا سواه هالك كده مجانين. ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال. هالك في الحال الآن وانا مش محتاج في الحال دي افسر انه هالك بمعنى سيهلك قد معنى ايه ده مجازي. طب وليه ما دامت في الحقيقة له وجه لماذا احمل على المجاز؟ انت هالك في الحال ولا مش هالك فعلا الحال؟ ده بيقول لك لو ان الله في حشين ونعمة الايجاز ونعمة الامداد هو اوجدك لكن لو قطع عنك الامداد لحظة مش هتبقى جثة. لا ده العدم حتى الجثة مش هتبقى موجودة. يعني زي مثلا الكبس ده بتاعنا لو احنا نسناه كده اين يذهب الضوء؟ الضوء هيصبح في لحظة واحدة هيتبدل بالظلام. يعني ان الله تعالى لو قطع امداده لصار الكون كله في لحظة واحدة عدما زي قفل النور. فين الضوء ده؟ خلاص مفيش ظلام. وهذا هو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بلا وجود إلا بالله لا حول إلا به لا قوة إلا به. خلاص لا يحصل شيء في الوجود إلا به. هتوصلونا كده تقول الجماعة دول خلاص أبدا قوة التوحيد مش عاجبك تحط يلا يا شيخ احسن حاجة تساعدك على فهم الحاجات دي التصوف لانك لو قرأتها من غير تصوف حتذهب الى ايه الى التجسيم والتشبيه ولن ينفعك لا ابن تيمية ولا عثيمين ولا غيره. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا يوم القيامة يقول لك يا احنا من دري الازهري ايه جابك ايه اللي رماك علينا من هناك ما عليش ظروف معذور انما انت ايه اللي رايح لهم ليه ما عندك الازهر الشريف وعندك مجلة الازهر وعندك منبر الاسلام وعندك الكليات الازهرية وعندك المشايخ ايه موديك للجماعة دولة الله هم نفسهم نصحونا واحنا ما خدناش بالنا. قال لك عليكم بعلماء بلدكم يعني ما لكمش دخل بينا لا تقلدوننا. حاجة غريبة. خلينا ايه يعني مع الأزهر الشريف احياء واموات. كان يقولها كده مين كان مصطفى كان العراق يقول ايه كان هو أزهر تعلم في الأزهر فيقول يعني ولدت أزهريا
وأعيش أزهريا وأموت أزهريا، ولكن أخشى أن أحشر يوم القيامة مع الأزهريين. عاوز بس في الآخرة يفسدهم. يلا. قالوا ما لا يذهب هو ضد ماذا؟ تواصلون بالوعيد. قوله ما لا يزال، كلمة ما لا يزال ضد الأزل، فهو ثبوت الأولية، يبقى الأزل هو نفي الايه؟ الأولية. وقوله يعنون به إلى آخره، فيه أن هذا تفسير للموصوف بما لا يزال، أعني الحوادث، لا أنه تفسير لما لا يزال. يعني عاوز يفسر ايه؟ ما دام توصف بما لا يزال يبقى معناه أراد الحادث، لا تفسير لما لا يزال، يعني هو عاوز يفسر الايه؟ من ثبت له الاوليه وهو الحادث. فالاولى ان يقول ويعنون به ثبوت الايه؟ الاوليه. خلاص كده؟ هو الاول قال ويعنون به ايه يا شيخ؟ ويعنون به ما له اول، زي ما عمل معاه في الازل وفي الازل، فبدل ما يقول ما له اول يقول ثبوت الايه؟ الاوليه، لانه الذي له أول هو ما لا يزال، الذي له. أما تعريف ما لا يزال هو ثبوت الأولية. واضح؟ الحمد لله. قوله يا عمري موجود أهل على قول سلوك العمل راضي وضوني أهل. يعني هو لو 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 على القول، على يعني افتراض أننا نثبت الأحوال، فنقول إيه؟ يراد بالموجود الثابت وليس بالموجود اللي هو ايه خصوص ما هو له ايه وجود، يعني ما له ثبوت، لان الثبوت اعم من الوجود، كل موجود ثابت وليس كل ثابت موجودا، فنثبت لله القدم، القدم ثابت له، لكن هل في حاجة موجودة اسمها القدم؟ يبقى هناك فرق بين الثابت والموجود، كل موجود ثابت لكن مش كل ثابت. يبقى على القول بإيه؟ بثبوت الأحوال يراد بالموجود الثابت، ويراد بقوله لا أول لوجوده أي ثبوته. قوله ويسمونه أزليا أي ويسمون الموجود الذي لا أول لوجوده أزليا كما يسمون القديم. وفيه أن هذا يفيد أن القديم والأزل إيه؟ زي ما قلنا لك مترادفان، مع أن الذي يفسر القديم بالموجود الذي لا أول لوجوده يجعل الأزل أعم. يبقى أيهما أعم، الأزل ولا القديم؟ على قول، إنما في قول آخر أنهما انفراد. لانفراده في أعدامنا قبل وجودنا فإنها أزلية لا قديمة، لأنها ليست موجودة. وأما قدرة المولى مثلا فهي قديمة وأزلية. مش بحديك أمثلة عشان تفهم، لما اقول كده القدره قديمه ولا ازليه؟ تقول قديمه وازليه بناء على التفريق بينهما. اما لما اقول ايه ذات الله قديمه وازليه. طب اذا قلت صفه الوحدانيه يبقى ازليه وليست قديمه. خلاص كده؟ طب اعدامنا الازليه هي ازليه وليست قديمه، لان القديم هو الايه الموجود. أما من يقول بترادفهما فيفسر الأزل بالموجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي. قوله ويعنون به الايه؟ الموجود الذي لا ينقضي. نعم. طب قول كده، اقرأ كده سطر. لا خلاص احنا مش هنروح عند الدائم، الدائم هنقف عندنا، بس عاوزين نكمل ويعنون به. خلاص خلينا عند ايه لفظ الدائم كده. خلاص النهارده كام؟ 31 8 7 2000 وكام؟ يبقى ان شاء الله الدرس القادم هيبدا من ايه؟ من لفظ الايه الدائم. ليه من اول صفحه كام؟ 99. خلاص كده؟ ما هو لازم عشان نوقف يكون في مكان، مش هنوقف في مدائم. في حاجة اسمها مكان تقف فيه تقف في شفاك. اللهم صل أفضل الصلاة على الآية المرفوعة.